جداً أن مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي بكافة تعريفاته. إذن الفرص متاحة، الإمكانيات الجغرافية المناخية الزراعية موجودة والصناعية، ولكن هي مصر على مدى 30 سنة الماضية كانت يعني نموذج للفرص الضائعة والفرص غير مستغلة. آخر دراسة الهيئة قمنا بها سنة 2008 كانت تؤكد أن مصر قادرة على الوصول إلى ميزان تجاري لصالح مصر في الغذاء مع زيادة التصدير وتعظيم الصناعة التصنيع الغذائي وتطوير الري وتطوير نظم الزراعة. بمعنى صح النهارده ان احنا التريد بالانس بتاعنا كان ممكن يوصل ل ان هو دلوقتي النهارده ناقص 8 عجز 8 مليار دولار او اكثر الى ميزان موجب قدره يمكن 6 مليار دولار على سنه 2020. والحقيقه بنتساءل النهارده طب ايه المشكله؟ يعني الحقيقه المشكله ان هي في مجموعه من الالغام اللي موجوده سواء كانت تشريعيه أو في البنية التحتية في النظام القائم اللي هي يجب معالجتها ومعالجتها بسهولة إذا كان في إرادة سياسية. ومن هنا الحقيقة ابتدينا ننظر على مفهوم الأمن الغذائي وحددنا أكثر من 12 ورشة عمل بحيث إن إحنا نبص للأمن الغذائي من مفهوم متكامل ولا نختزل فيه جزء اللي هو التغذية أو الفقر أو خلافه، لأن الحقيقة هي المنظومة بأكملها لا تتكاسل سواء من نظام التغذية سواء من استغلال المياه سواء من تركيبة التركيبة المحصولية البيع التوزيع البحث العلمي سلامة وأمن الغذاء وخلافه. وبالتالي تم تحديد أكثر من 12 ورشة عمل بحيث ان احنا نسعى جاهدين كمجتمع مدني ان احنا ننشر الوعي او نزيد الوعي فيما يخص ال 12 موضوع اللي بنتكلم عنه ونحدد رؤيه متكامله لموضوع الامن الغذائي بدلا من ان يتم تجزئته الى مواضيع منفصله. النهارده ثالث ورشه عمل، واعتقد يمكن اهميه هذه الورشه انها بتمس موضوع في غايه الحساسيه وهو اليه تخصيص الاراضي الزراعيه، وهو عاده اليه تخصيص الاراضي كانت متوقفه بقالها 3 سنوات بعد اصابه 25 يناير، وفيما يخص الاراضي الزراعيه اليه التخصيص متوقفه تقريبا من سنه 2004. وبالتالي احنا بنتكلم على امن غذائي والدوله لا تستطيع ان تخصص اراضي او توجد اليه قانونية يتم التخصيص من خلالها. ليه النهارده الحقيقة مهمة؟ الحقيقة النهارده مهمة لأن في خلال الشهرين اللي فاتوا حصلت نقطة فارقة في موضوع التشريعات، يمكن هيتم الإعلان عنها اليوم. المهندس علي إسماعيل سيادة الوزير الدكتور أيمن أبو حديد في الخطوات الإيجابية الحقيقة اللي أنا بعتبرها تكاد تكون معجزة، لأن منتظرين بقالنا 10 سنين إن حد يبقى عنده الجرأة أو يبقى عنده الرؤية إن هو يواجه الأمر الواقع فيما يخص تخصيص الأراضي الزراعية، وكافة الأنظمة السابقة عزفت عن القول في هذا الموضوع. أنا الحقيقة مش عارف ليه حساس وإحنا دولة بتستورد معظم أجلاء من الخارج والأراضي موجودة وال نوعها بتاع الزراعه موجود. فاعتقد النهارده هيبقى يوم له دلاله خاصه ان هو قد يشير النهارده لمجموعه من التوصيات والاجراءات اللي هم تساعد بها الحكومه الحاليه ان هي تخطو على نفس خطى القرارات والقوانين اللي اتخذت خلال ال3 اسابيع الماضيه اللي هي ممكن تمهد النهارده لاي حكومه قادمه انها تعمل في اطار تشريعي وقانوني لتنمية اقتصاد مصر
عموما. فلذلك الحقيقه احنا بنحط اهميه كبيره جدا على النهارده لرمزيه هذا الموضوع ولدلالته والحقيقه بقى الواقع النهارده اللي هو تفعيل منظومه الامن الغذائي من خلال تقسيم الاراضي. لا اطيل عليكم، بس الحقيقه انا احب برضو اشير الى ورش العمل اللي احنا بنتكلم عليها. هي موجوده الحقيقه معاكم في الملزمه المقدمه، لكن الحقيقه عندنا ورشه عمل هتبقى خاصه بالدعم التطوير والابداع والتكنولوجيا في مجال الصناعه، الصناعه الغذائيه والزراعه، استخدام كفاءه استخدام المياه في ورشه عمل تحت الكفاءات الاهميه، تعظيم الصادرات، بنتكلم على التعاونيات واصلاح التعاونيات كاحد الادوات الفاعله في تحقيق الامن الغذائي. النهارده ملكيه وتخصيص الاراضي، اعاده النظر في قانون الزراعه الحقيقه اللي هو بقاله دلوقتي اكثر يمكن 40 سنه الحقيقه. احنا عملنا ورشه عمل قبل كده فيما تخص هيئه امن وسلامه الغذاء، ودي برضه احد المواضيع الهامه وكانت ان تنتهي خلال فتره التشريعيه في مجلس الشورى، لكن الحقيقه دي اعتقد ان هي برضه من المواضيع اللي هي استوت وجاهزه ان هي ننطلق بها. اكتفي بذلك الحقيقه. اشكركم على حسن استماعكم وحضوركم، والحقيقه ان النهارده نبقى جلسه فاعله ونصل فيها لتوصيات نساعد فيها الحكومه الحقيقه لاتخاذ خطوات اكثر جرأه في القريب العاجل، وشكرا.